لابد من التنبيه إلى الإطلاقات الشرعية هذه في الكفر والشرك ونحوها، أنها على نوعين اثنين: الكفر والشرك والفسق والعصيان، كل هذه على نوعين اثنين، والنفاق كذلك. منها ما هو أكبر، وإذا قيل أكبر فإنه مخرج من الملة، سواء قيل نفاق أكبر أو قيل شرك أكبر أو قيل كفر أكبر، كل هذا يخرج من الملة والعياذ بالله. أما إذا قيل أصغر، كفر أصغر، شرك أصغر، نفاق أصغر، فلا شك أن في هذه الحالة أن الذي وقع فيه مسلم معدود من المسلمين بلا شك. لكن تسمية الشرع لهذا القول أو لهذا الفعل بالشرك أو بالكفر يدل على بشاعته، فيكون من المنكرات القبيحة جدا، ويكون له درجة من الوصول إلى درجة في العصيان لله عز وجل شديدة وقبيحة. لأجل ذلك أطلق الشارع عليه هذا الاسم، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق، قال وقتاله كفر، لأن القتال أشد من السباب، فجعل السباب فسوقا، أما القتال فجعله كفرا. وكل هذا كما تعلم كله كفر أصغر، قتال المسلمين فيما بينهم هو كفر أصغر. لكن لا شك أن إطلاق الشرع هذا يدل على قبح هذا الذي أطلق عليه، على قبح الذنب الذي أطلق عليه هذا.